خصمي خنزير شتي يحتاج لإعادة تدوير ابطه أسود من خصوة ظني تسمى ولود في بير كيف تقان رماداش مع شخص بحنكة شكسبير بتلعن ساعة مزورك ضدي بير بدالك حول معبى بفير حقيقة نقزي البغل ده الشي بلسانة قايلة هو مين الصاحي يا ثور مصور ديدة بعز القالة تكتب راب عشان تشكي جليه داخل البطولة أسكر لسرع شخص يدل من حمار بعرض البطولة هل انت رابر كيف رابر ما يمشي على قافية ما بحرقك بغاز يا جثة بحرقك بزيت عافي جثتك قبل غسيلك ضغطنا وسمعنا فارت ما هو بنش يا رماد اعتبره فن فاكت اقدر اعيدك جثة برجعك رماد الويز اقدر اسوي ذا الشي يا رماد بالويز حسابك عبارة عن ميمز بالله ذا اكاونت ثمان مرات ضحكت عليك ذاتس ريلي اي كاونت منطوي ومكتئب ماني فاهم يا حمار ليه تبكي صح نسيت انك تيست تؤدي راب عشان تشكي متصور مع نفسه ديم رماد مع نسخ ظل صح ان الكلب ما له عقل بس سالكت يا بخل الشي الوحيد التميز فيه صدقني ولا شي آفة بس تشكى ظني تشكى من زولي خشي خصمي ما يعرف يتكلم محترف بالتكليس صعب انك تقول صعب ولا برنس بالتهريج عقلك مسجون مكبل ابد ما له مفر لا عقل ولا جسد في اثنينهم ابد محر عقلك مطفوم وشغال متوهم ثالث ثالوث دامك للقدر معترض مع ابليس بهالنمبر تعترض على قدرك ما مدى ضعف نظرك بأقبض عنك بصرك وأرجع حط بظرك ولا بنش تقدر تلاقي لي تذر تنزل هاردكور ببطولة سهلة يا ضعيف اثبت مين الأقوى يا خور أول بطولة فيها نستحق نختم الجولة أي خصم قدامنا ندعسه ترى هذا الأولى أجل من والله تكسر فك لا صدق واضح أول لاين أنا دقيت خيط عليك أكون صادق أنا بسيب مركز قدس لانت وانتاج وانت ذم لاينات غيرك ناسي نفسك ليش الحراج النظام العسكري في البطولة راح يتطبق والنظام الملكي في البطولة راح يتفكك أي امسي معادي ما راح يمسي إلا بالسرير عشان أذوق طعم الصبر ويكون عندي ضرير إدسات البطولة بنشاتك عبارة عن سب كل هذه الدناء وتتوقع نتيجة جمل لك ما في مقارنة بين وبينك انت داون بعد دسات البطولة راح نخليك لينستان أوجعك بالقلم أكثر من وجعك بالسيف في البطولة راح أنصحك برضو بالسيف BGD City Productions. نزولي من مرض ثانية معناها غضب من الآلهة عذرا من النساء كل مرض فيه واحد الفريق عيب اللي يسمع نسبك لازم نشرف العاهرة وصلنا ونصر وبعدك براب ما عندك غير النهير عذرا من النساء كل مرة نكسب بكر هالفوق الكلمات اللي عندك بقرب مجاري خليها تروح لفريق قرف بس عادي تقدر تفور نفسك بسهولة خليك مثل لايدر ما يحب غير تركي ورجولة تعجبني لما تطلب معطف عليك مثل أي حيوان ما يحتاج أحد يشيني لين تعرف وين وحطها حالف أخلي كل خصم ضدي عايز قبل رمضان كافي لعبان يا اخي وياكم مصاب حد نازل عليك بعراق بحت حتى وجهك بساحين حك شبه خصمك بالنساء قبل ما تحكي انت من نفسك اثنين شن من نفس الجنس لازم بينشن اقول تسامح طولت بالحديث وانا ما تمشي عليك دموع التمر اكيد انت ما تقهر بس عادة تدمر مرسيان اذا تيد نصدق لاينك حاول تسد الدين اذا بقص مع تفاحتك صدق راح اطلع من الدين وهسع عوفك وحدك قبل لا تحسدني بعين نجر التحمية بالأداء وبنش لينات ما بتجاري شوف كيف انهيك هنا وانا بنشي ناري على طاري فاتهم كل متوقع انه مسالم هناك بعضد هنا ما تطلع سالم ابو وجهين يكلمني عساس اسوي صلح معك مين سرب لك جسي وصل صور منكحك بتبنش صوت ولا طفرت بنشات من عندك جيب لك قسترايتر ترى راح يفيدك وانت تعبت الرنك بدس ايجو ثري حط صوتيات ومهووس انت فيه يغار منك دافت بنات ولا شي السالفة نيقى بنشاتهم تافه كيف لو نزلت عليه تراكم حفلة كلان يقوله هنا اسمع شكله كلهم ضده وانا هنا فحلة انت بيدم هنا ضدي ما حد بيدم هنا ما في مجال يعني ما في فريدم حنا مسار رابع جولة وضاغطة بدون ما ينزل دسي بالبيف يخسي يجملون طالع بشكلك تقول كأنك جيمي ترون يقطع شكلك يا واد حق الضحك كرون جروب الديفلز نازل بس عشان حق الضحك لعلمك بس اقدر اهزمك بدون ما نزل دس بيفك بين وبين جيني اشدخلك تسبح الكحك بس انت كده ديوس وانا هنا بنكحك عندك بنت الصوت والبنت
تحب من أهل كان أنا أصلك كيف لو ديري عم ألعاب الجنس مليانة بالغرفة هي لما تيجي وانت شيمال أني انت هي تمص على حبي دلتنا بسالفة القحبة ما عندك غير البنش ولا زعلان عشان دفعت وما خد حقك يا بيتش ولا خلي فات ونتخارج من الون من دسة بأول قبل لا يذكر أي شي لأني لاعب فنة غارق بين بنشاتي اعتبرها هنا سيما بتكون دون لأنه ما فزت وما في سي يلا تيجي.